دكتور، خلينا نتكلم ونوضح أكثر للمشاهدين عن أهمية المنظار وجراحة المنظار، وهل جميع الحالات المرضية بمشاكل العظام تصلح لموضوع المنظار؟ هو يعني حقيقة لا شك أنه التطور الآن في الجراحة هو باتجاه جراحة تداخل محدود، نعم بمعنى آخر أنه نجرى عمليات كبيرة نوعا ما قد تكون نعم بتداخل بسيط، يعني بجروح صغيرة تداخل 2 سم جراحي أو قصدك؟ نعم. نعم الآن والتطور الأكبر هو استخدام جراحة المنظار في علاج جميل. أمراض المفاصل، نعم بمعنى آخر إحنا بنستخدم كاميرا، هاي الكاميرا بتخلينا نشوف تفاصيل في داخل المفصل، وقد يكون حجم التكبير يصل إلى 9 أضعاف. الموضوع المهم أنه إحنا بالكاميرا صرنا نشوف مناطق من المفصل كان ما ممكن تشوفها بالفتح الجراحي، ولهذا هي حقيقة تطور نوعي في جراحات، وخاصة في جراحة الكتف الآن تطور يعني كثيرا من ناحية استخدام تقنيات المنظار في العلاج. الآن هذا النوع من العمليات يتطور بتسارع، بمعنى آخر كل يوم نسمع عن تحديث في جراحة المنظار من تماما ناحية المواد اللي مستخدمة ومن ناحية التقنيات. الآن كثير من تطبيقات جراحة المنظار، الآن ممكن أنا أعرض لك على نعم الصورة عشان بس المشاهد يفهم تماما، إذا تماما بتلاحظ هون هاي مفصل الركبة، فإحنا ممكن نعمل عملية في مفصل الركبة نعم فقط من هدول الثقبين، ثقب تدخل الكاميرا والثقب الآخر اللي هو الأداة اللي بنستخدمها في المعالجة. تمام فإذا بتلاحظ هون، بدي أعطيك مثلا هون، إذا بتشوف أنا بشتغل الآن عملية في الركبة وأنا بنظر إلى الكاميرا. نعم الآن إذا بتلاحظ هاي الصورة تكبيرية، مم. هون الإيد اليسار أنا بمسك الكاميرا والإيد اليمين بمسك أداة اللي هو العمل في داخل المفصل. نعم الآن هون إذا بتلاحظ في هاي الصورة، الآن أنا بعمل هون عملية تنظير للكتف، إذا نعم بتلاحظ أنا بنظر إلى الشاشة، الشاشة يعني بتلاحظ كم مكبرة الفيلد، مجال العمل، نعم فبالتالي أنا بعمل عملية بتكبير يصل إلى 9 أضعاف، فبالتالي بشوف تفاصيل أكثر في داخل المفصل وبصل إلى مناطق ما ممكن أصلها بالجراحة بالفتح الجراحي. التقليدية. نعم طيب دكتور، خلينا نتكلم عن موضوع الحالات المرضية، نتكلم عن موضوع الغضروف، ونتكلم أيضا عن مشاكل أخرى بالعظام اللي بتتم عن طريق المنظار. يعني ممكن يعني ألخص سؤالك بتطبيقات جراحة المنظار في نعم جراحة المفاصل. يعني إذا بدك مثلا تتحدث عن الركبة، نعم الركبة الآن أغلب عملياتنا حقيقة الجراحية الآن نجريها في الركبة هي نجريها بالمنظار. نعم الآن مثلا عمليات جراحة معالجة التمزق الغضروفي الهلالي مثلا، كثير نعم تسمع هذا المصطلح، الآن نجريها بالمنظار، عملية نعم تستغرق 10 إلى 15 دقيقة تماما بتداخل بسيط جدا، جرحين كل جرح لا يزيد عن 1 سم. يعني أنا هون عرضت صورة، نعم إذا بتلاحظ هاي صورة لمريض عالجته بعد عملية تنظير لمعالجة تمزق في الغضروف، إذا تماما بلاحظ كل جرح لا يزيد عن سنتيمتر. الآن هون إذا بتلاحظ كمان استخدام عمليات التنظير يتيح للمريض فرصة للشفاء بسرعة، تمام بمعنى آخر يعني هذا المريض كان قادر أن يثني بشكل كامل في اليوم الرابع، عندي مرضى في اليوم الثاني ممتاز. وهكذا. نعم المسألة الأخرى، هاي العمليات المنظار بتتيح للمريض أنه يعمل العملية كحالة يومية، بمعنى آخر نعم بيجي بدخل المستشفى بروح نفس اليوم مساء أو بالكثير ثاني يوم، ثاني يوم في صباح ممتاز. اليوم التالي. نعم. نعم الآن من التطبيقات الأخرى هو في جراحة الرباط المتصالب الأمامي. الآن الرباط المتصالب، الإصابات اللي بتصير عند الرياضيين وعند بعض الناس اللي بتصير عندهم إصابات مشابهة للإصابات الرياضية، الآن هو مشكلة من ناحية عدم الثباتية وإلى نعم آخره. الآن إحنا بنجري هاي العمليات الآن بالمنظار وبتقنية حديثة جدا تماما بنسميها تقنية العمل من الداخل، هذا أكبر تطور صار حقيقة في عمليات جراحة الرباط المتصالب، تمام بحيث إذا بتلاحظ بالصورة هون إحنا بنعمل العملية بجرحين صغار، وهذا تماما الجرح تقريبا 2 سنتي هو الجرح اللي بناخذ منه الوتر اللي بنزرعه. الان بهاي تقنيه العمل من الداخل احنا ما بنفتح قناه العظم من برا، بنشتغل كل العمليه من داخل المفصل، نعم وهذا الحكي بيتيح للمريض حقيقه الام اقل، مستوى حركه اكبر بعد العمليه، وحتى يعني تاهيل اسرع. ممتاز. اذا نحن دكتور طرقنا تقريبا لموضوع الركبه بشكل كثير كبير، نتكلم عن موضوع الكتف وعن مشاكل الكتف. هل من الممكن ان تكون هناك عملية بالمنظار الجراحي لموضوع الكتف؟ نعم أكيد لا شك، بس قبل ما أروح لموضوع الكتف بدي أنوه أنه في بعض الحالات الصعبة نعم. في جراحة الركبة والتي كانت زمان يعني في السابق تحدي نعم. لجراح العظام هو تيبس الركبة أو تصلب
مفصل الركبة، وخاصة اللي تحدث بعد الكسور أو بعد المعالجة بالجبصين اللي إحنا ما منفضل نستخدمه الآن، أو بعد عمليات جراحية ممكن يحدث تيبس أو تصلب في مفصل الركبة نسميه أرثروفايبروسيس. هذا الآن هو تحدي حقيقة. أكثر المرضى بيعملوا جلسات علاج طبيعي 20 جلسة 30 جلسة عشان يوصل مستوى حركة 90 درجة ثانية للركبة. الحمد لله إحنا تعاملنا مع حالات صعبة جدا وكان مستوى الحركة أقل من 30 درجة، وعملنا عملية بالمنظار، حررنا جميع الالتصاقات من داخل المفصل بجرحين كل جرح سنتي، وكنا قادرين على أنه نحصل مستوى حركة كامل جوه العملية، والعملية ما استغرقت 40 دقيقة. هذا موضوع مهم لأنه حقيقة المريض اللي عنده تصلب في مفصل الركبة بيعاني، يعني هو معاق حركيا. ولهذا كان يعني حبيت أنوه لهذا الموضوع. وإذا بتلاحظ أنا حضرت هنا حالة، هاي عمليات التعامل مع السطح المفصلي بنتطرق إلى هون مثلا. هاي مريضة بعد إجراء تداخل جراحي، إحنا غبشنا الصورة شوي لأن كان الثني فقط، هذا مستوى من الثني فقط 30 درجة أقل شوي. الآن عملنا العملية بالمنظار، وبعد ما خلصنا العملية بالمنظار بثقبين كل ثقب سنتي أقل من سنتي، كانت مستوى الحركة هذا جوا العملية. الآن بعد العملية خلينا المريضة على جهاز الحركة التلقائي بنسميه، وإذا بتلاحظ هون اليوم الأول بعد العملية ثاني تقريبا كامل ممتاز. واليوم الثالث خليناها تعمل هي التمارين على طرف السرير، وإذا بتلاحظ هذا هو الجرح، جرح هون وجرح جرح بسيط المقابل. صغير جرح جدا. بالتالي هاي العمليات اللي كانت تجرى بجرح كبير وبألام يعني شديد إلى المريض وبتأهيل صعب، لأنه العملية نفسها سوت آلام أخر التأهيل. الآن نعملها بتقنية اللي هو جراحة المنظار، يعني اللي كان العلاج الطبيعي يأخذ عدة جلسات اليوم بأقل من 40 دقيقة بتكون أمور المريض. لكن لا شك منأكد أنه هو التداخل الجراحي هو جزء من العلاج وليس كل العلاج. هاي الحالات تحديدا بنفضل طبعا اكيد لازم المريض يستمر في العلاج الطبيعي والتمارين في البيت بعد العمليه عشان نحافظ على النتيجه اللي وصلنا لها بالعمليه. دكتور عشان ما يدهن الوقت موضوع الكتف سريعا، هل ايضا ممكن عن طريق المنظار الجراحي تم بعض المشاكل بالكتف؟ نعم حقيقة. يعني أغلب حالات الكتف الآن أيضا نجريها بالمنظار. يعني عندك حالات خلع الكتف المتكرر، هاي نجريها بالمنظار بجروح 3 سنتي كل ثلاث جروح كل جرح لا يزيد عن سنتي. الآن حالات مثلا تمزق الأوتار، في حالات مرضية أخرى مثل تكلس الوتر أو حالات اللي هو بنسميها تضيق مجرى الوتر. الآن عملية 20 دقيقة ممكن تنهي معاناة المريض لسنوات. وفي حالات حقيقة معقدة احنا عملناها بالمنظار زي مثلا عمليات تحرير العصب. وهذا كمان تطور يعني في جراحة المنظار الكتف اللي هو صرنا نجري عمليات تحرير الأعصاب بالمنظار. لأن هذا النوع من العلاج بنرجع بنأكد انه وخاصة في جراحة الكتف تحديدا انه الإجراء الجراحي هو جزء من علاج يجب أن يكون متكامل. يبدأ بالتشخيص الصحيح وينتهي بالمتابعة ما بعد العملية واستكمال العلاج الطبيعي للحالات التي تستدعي طبعا إجراء العلاج الطبيعي. تماما دكتور، بختام حديثنا بدنا منك أهم النصائح والإرشادات عشان إذا كان في أي مشاكل عند المريض ما تتطور ويكون علاجه أبسط من أنه يدخل عدة مشاكل يعني جراحية وغيرها. أهم النصائح والإرشادات. إحنا نحكي دائما أنه الألم هو نعمة. نعمة الألم. لأنه هو الألارمينج سيستم في الجسم، هو جهاز التنبيه، جهاز الإنذار والتنبيه. بالتالي إذا المريض عنده ألم يجب أنه ما يهملها، يجب أن يعرف شو سببها. بشكل عام كقاعدة عامة إحنا بنقسم الألم إلى نوعين: آلام العضوية التي تكون سببها مرض عضوي مثل التهاب الأوتار، أورام، أكياس العظمية، الروماتيزم إلى آخره، هاي أمراض عضوية. وهناك الآلام اللي سببها وظيفي، اللي هو مثلا واحد وقف لفترة طويلة صار عنده آلام الظهر ولا آلام العضلات. وهذا النوع من الألم الفرق. ولهذا وخاصة في موضوع الآلام العضوية لسبب مرض عضوي يجب أنه المريض ما يهمل موضوع الألم ويبحث عن سببه ويتأكد أنه فعلا السبب مش عضوي وإنما وظيفي. نعم أكيد دكتور، نحن بدنا نتمنى إن شاء الله السلامة والشفاء لجميع المرضى. بدنا نشكرك لحسن الضيافة. نحن اليوم كنا عندك بالمركز ونتمنى لك المزيد من النجاح والتقدم والتفوق إن شاء الله. الدكتور أسعد أحمد المتخصص في زراعة المفاصل الصناعية وجراحة المنظار والإصابات الرياضية. شكرا لك دكتور، ونهارك سعيد. شكرا على الاستضافة. شكرا لك. على فكرة.